طب بقول لكم ايه بقى، انا راهنكم واحد واحد انه بعد المقابله دي هيعينني مديره المدرسه. مش واسعة شويه دي يا صدفه؟ واسعة ليه يا اختي؟ مالك مستقليه بخالتك كده؟ جرايه مريم في ايه؟ وانت من اعضاء النجاح ولا ايه؟ اعداء يا خالته، بالدال مش بالضاد. المهم ان انت عارفه كويس قوي انا عايزه اقول ايه، صح ولا غلط؟ وافضلي بقى كل شويه عدلي عليا زي ما متعنت طلعت بالته مش بالدال. طب ما انا عارفه ان هي بالدال. امال قاعده تنطي لي كل شويه في اللايف وانا بتكلم عماله تقول لي بالدال بالدال. انت هتحمرقي يا صدفه؟ انت اللي كنت بتقولي كده والفيديو موجود ويشهد. بس ارحموني، كفايه رغي انتوا الاثنين. ايه؟ ما حدش حاسس بيا في البيت ده؟ حرام عليكم، حسوا بيا وقدروا اللي انا فيه. في حنان ملك ما توحدي الا في ايه؟ لا اله الا الله، يا ساتر يا رب. وبعدين بدل ما تفرحي لي ده انا عماله بتكلم عن انجازاتي. انجازات ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي فيها؟ بقول لك الولايه مضت الواد على مؤخر ربع مليون جنيه، تكلميني في انجازاتك؟ ابني بيضيع مني يا صدفه. ابني ضنايا يا ناس. طب بس بس والنبي ما تعملي في نفسك كده. وبعدين يا اختي لما انت عارفه ان هو ابنك ضناكي حبيبك، كنت عامله له عزله بره بعد الشر عليه. خلاص نعمل ايه يعني؟ نذبحه؟ الواد جه وعرف غلط وخد رضايا ورضا ابوه، بس ايديا وبس ايد ابويا يا حبيبي، بس مقطع نفسه عياط في الاوضه، الولد في كتابها هيضيع مني، حد يشوف لي حل يا ناس. طب ماليش في نفسك كده يا حبيبتي. والله العظيم. طب تصدقي وتؤمني بالله؟ لا اله الا الله. كل حاجة في الدنيا دي ليها حل. ربنا بيخلق المشكلة وبيخلق لها ألف حل جنبها. ماشي، أنا بقى عايزة حل واحد من الألف اللي عندك دول. ما أنا قلت لك قبل كده يا حنان، بس أنا كلامي في البيت ده ما بيتسمعش. إيه؟ ودي حمادة. نعم. قوم يلا، هات لي الأكونت بتاع الزفت اللي هي كانت متجوزاه قبل كده. علاء؟ أيوه علاء. هو في غيره؟ علاء الصافي، علاء فوزي، في تلاتة من العلاء، أطلعه من بيرهم ازاي ده؟ طب قوم يا اخويا، قوم ناديلي صنصان من جوه. لا بلا صاصة يا صدفة، كفاية، ارحميني يا اختي، أبوس إيدك مالكيش دعوة بصاصة. طب صلي على النبي يا اختي، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. طب يا جماعة، أنا في حاجة مخبية عنكم هتوصلكم العلاء ده. وأنتِ مخبية أنتِ كمان يا منيلة على عينك. هو من فترة كده بعت لي طلب إضافة على الفيس، لكن أنا طبعًا حلقت له. وبعت لك طلب إضافة ليه؟ انت كان في بينك وبينه حاجة؟ ما هو كده في الرايحة والجاية كان بيبص لي كده نظرات غريبة، بس أنا طبعًا كنت بنفض له. يا نهارك أسود ومنيل، وما قلتليش ليه يا بنت؟ خلاص خبتي خلاص. يا بنتي يا حارس، أنت هتطلعي همك في مريم؟ البنت ذنبها إيه؟ بقول لكم إيه؟ هاتولي أكونت الواد ده وسيبهولي، أنا هتصرف معاه. وأنت عايزة إيه من الواد ده يا صدفة؟ هكون عايزة منه إيه يعني يا جوز أختي؟ عايزاه يروح يقدم بلاغ في الحيزبونة اللي تحت ويقول انها اتجوزت صاصة في عز شهور العدة. وانت فاكرة يعني ان الواد ده ما كانش يعرف بموضوع الجوازة بتاعت نجوى وصاصة؟ ده انت طيبة قوي. ايوه صحيح، دي اللي تنزغد كانت منزلة صورتها على الفيس هي والولد صاصة. انت ما شفتهاش؟ شفتها حنان، ودمي فار. ده انا دمي اتحرق اكتر منك كمان. بس ده مش معناه يعني ان هو يكون لازم نشاف الصورة. هو ممكن تكون هي مثلا ماسكة عليه زلة علشان تخرسه وما يفتحش بقه، بس برضه ممكن تكون عاملة له بلوك وعشان كده ما شافش الصورة. أنا اللي هيجنني هي اللي قلبت على الصور بالسرعة دي. دي ما لحقتش تتبسط معاه. يا نهارك أسود ولع. بيهزر يا حنان، بيهزر. قوم يا أخويا، قوم افتح الباب. وربنا معايا، مش دوري. يا أختي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.